يا بنتي الناس مغلوبين على امرنا، ميتين بالشر معانا، انشحتوا في الشوارع، قاعدين انشحتوا ليبيين في بلادنا المعديه. فلوس يعطوها للغير، فلوس ماشي تركيا ماشي لبلادها. مش حاطينها لنا، نقول حد وين البيت وين المدعم وين الحكومه وين الدوله يا بنت بلو تعالى بلو تعالى كل اسبوع بلو تعالى كل شهر بلو تعالى ما شيء. نقول حدنا يا ناس ما يبوش الا حدنا. خلاص تعبنا تعبنا. السلام عليكم ورحمة الله. احنا ناس ملاك محافظ استثنائية جايين نطالبوا بحقوقنا. جانا الخميس اللي فات عطانا مدير الصندوق موعد بأن باش نجيو الخميس هو باش يعطينا الاقتراحات الشمية في المصرفات. تو اختفى بجد ما باش يطلع لنا نهائي. هذا ما كنا ملاك محافظ استثنائية يا اختي. ما فيش أي رد ولا يجيها أي جهة تقدمها لا تضامن ولا ضمان ولا مصالح حكومية للشركات. يقول لك مرة تنازل هذه ملكية المحفظة، هذه ملكية مقدسة. يعني كيف بنتنازل يعني كانت محفظة؟ هو هنا يجبر فيهم الصندوق المالي من خانب يجبر فيهم يقول لهم تنازلونا على قيمة المرتبات السابقة. توا 10 سنوات وخاشين في 11 عام ما فيش ولا واحد خذ مرتب ولا استلم أي شيء. حقيقة كان حوالي سنتين أو ثلاثة احنا سائدين نهار الموضوع من المحافظة والمحافظة هي لحد الآن في مسلوق كل 10 أيام يدير لك لجنة يسجلوا لك ميزان وآخر آخر آخر ما وصلت لي قالوا بيجي لكم لجنة دولية بتحسب لي هل احنا ما عندناش ناس أكفاء هل ما عندناش مدير إدارة لاباس بها يعني ما سبنا كل مرة سبنا كل مرة يقول طلع يا عمي يطلع يتكلم يقول لنا الحقيقه يا ابني ما نبغي شيء احنا يا مال يطلع ويقول ما عندكم شيء احنا نروح على حالنا متفق على الله متفق على الله ليش يكذب علينا وليش كل مره يعترف يوم واحد نهار لجنه ونهار طلع وين ونهار هذا ونهار كذا ونهار كذا وبعدين بدل يقولون احنا اللي هم صندوق الانماء هو هو احنا اللي بدل الموضوع انا هم قاعدين لحد الان مرتبات من اللي احنا في الشهر اكتبنا احنا ليش الكاميرا المفروض يعني يدرون لنا حل الموضوع المفروض يدرون لنا حل بكل صدق احنا جايين ناس طالبين بحقنا اما كلهم اصحاب مليات محرك احنا ناس مهضوم حقنا الرجاء منكم كل رجاء واحد يطلب في حقه الرجاء منكم كل رجاء احنا نطالب بحقوقنا في اللي فقراء غالب عليهم في اللي معاقين والله ما يجينا باش ناكلوا بالله والمشكله هذه حقوقنا يعني شنو قانونيا يعني شنو شرعيا يعني حتى ما بين ربك وما بين العالم بالقانون بالله عليك يا دبيبه رهينه بالله عليك يا دبيبه رهينه راه يجي حوالي 3 مليون يا دبيبه 3 مليون والله ما يعلم حالهم الا ربي طبعا هذه كل ملاك محافظ القانون 7/2022 خذ لهم حقهم والاجراءات التنفيذيه للاسف ما بدش تنفذ مع العلم ان قانون واجب التنفيذ وكان يوم اكثر من سنه وصلهم القانون ويعطوا في وعود وما وفوش بوعودهم حاليا اخر وعد تلقوه من مدير الصندوق السيد ياسين الابيض يوم الخميس اللي فات وعدوا من اليوم يكون فيه يعني يحدد لهم كم القيمة اللي بتنصرف وتاريخ الصرف وللأسف لم يفي بوعودة وما جاش عليه وكل المسؤولين يعني يتعرضوا ما فيش أي شفافية من الصندوق لا في ميزانيات مجمعة لا عندنا علم بميزانيات مجمعة ولا بحقوقنا كم ولا بكل في يعني تكتم كامل من الصندوق على اي ما فيش اي مخرجات منهم وهذا الناس اللي زعزها وقاعده هنا الناس هي اصحاب حق فلوسها ما فيش حد يعني هو ما زي تستهزئ حد ولا زي الامارات من الجهات المعنيه عند رئيس الحكومه من السيد ياسين مدير الصندوق من يتصرفوا على وجه السرعه للناس هذه ويعطوها حقوقها بالكامل.